لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من نام عن الصلاة أو نسيها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى، عرّس، أدركنا الكرى يعني النوم، عرّس يعني نزل يستريح أثناء السفر ليلا، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، احفظ لنا، احرس لنا الليل. قال: فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، كان قاعد عشان ما ينامش على جنبه يوم ينام، فكان قاعد بس ساند ظهره على الراحلة، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال. فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. قال أحمد: أقم الصلاة للذكرى، فإن الله قال: أقم الصلاة للذكرى. كان ابن شهاب يقرأها كذلك. قال أحمد: قال عنبسة يعني عن يونس في هذا الحديث للذكرى. قال أحمد: الكرى النعاس. قال الطيبي: في استيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الناس إيماء إلى أن النفوس الزكية وإن غلب عليها في بعض الأحيان شيء من الحجب البشرية، لكنها من عن قريب ستزول، وأن كل من هو أزكى كان زوال حجبه أسرع. يعني نوم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة البشرية، واستيقاظه بمقتضى النفس الزكية. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من استيقاظه وقد فاتته الصبح. قال الطبيب: معناه انتبه من نومه. قال: يا بلال، العتاب محذوف أو مقدر، أي لما نمت حتى فاتتنا الصلاة؟ فقال بلال معتذرا: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، أي كما توفاك الله في النوم توفاني، أو يقال معناه غلب على نفسي ما غلب على نفسك من النوم. طبعا هو الأولاني، لأن النوم تلش عليه من أو الذي. اقتادوا رواحلهم أي ساقوها شيئا شيئا يسيرا من الزمان، ذهبوا بها من ثم مسافة قليلة، لأنه قال: هذا مكان حضركم فيه الشيطان، إن الشيطان قد يتوسل إلى أن يغلب على الإنسان من خلال أحواله العادية كالنوم، إن لم يستطع أن يجعله يعصي الله في اليقظة يغلبه في النوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وقال: لا، لم يزل الشيطان يهدهده، يهدد بلالا كما يهدهد الطفل، يعني
ينومه يعني. أمر بلالا فأقام لهم الصلاة، فيه أنه اقتصر على الإقامة لم يأمر بالأذان. له طبعا الرواية الثانية صحيحة، فيها إيه؟ فيها أمره فأذن فأقام، قال وصلى له الصبح أي قضاء. قال من نسي صلاة، وفي معنى النسيان النوم، أو من تركها بنوم أو نسيان. طبعا فيها من نام عن صلاة أو نسيها، وثبت في الصحيح. ظاهر الحديث قال فليصليها إذا ذكرها، فإن في التأخير آفات. ظاهر الحديث يوجب الترتيب بين الفائتة والأدائية، يعني إذا ذكرها هي تصبح قضاء يعني، وهذا لم يسميه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء، وإنما ولو كان فالخلاف لفظي فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لها وقت إلا ذلك، هذا وقتها، هذا يقوي أنها أداء في وقتها، أو سمي قضاء لأجل أن وقتها الأصلي قد فات. ابن شهاب كان يقرأها للذكرى، هذه قراءة شاذة، القراءة المشهور لذكري بلام واحدة. أخرج مسلم عن ابن شهاب بإسناده، وفيه فإن الله قال أقم الصلاة لذكري، أي بلام واحدة. قال وروى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال العيني حاصل أن همما سمعه من قتادة مرة بلفظ للذكرى، يعني بقراءة ابن شهاب التي ذكرناها، ومرة بلفظ لذكري أي بالقراءة المشهورة. طبعا هو لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة، للذكرى لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة، أما على سبيل التفسير فلا بأس. لا، دي مخالفة لرسم المصحف، ليست متواترة، هي قراءة شاذة. قال الشيخ التربشتي هذه الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل، لكن الواجب أن يصار إلى وجه يوافق الحديث. فالمعنى أقم الصلاة لذكرها، لأنه إذا ذكرها فقد ذكر الله، أو يقدر المضاف أي لذكر صلاتي، وقع ضمير الله موضع ضمير البلاد لشرفها وخصوصيتها. قال الخطوي في الحديث من الفقه أنهم لم يصلوا في مكانهم ذلك عندما استيقظوا حتى اقتادوا رواحلهم ثم توضأوا ثم أقام بلال وصلى بهم، وقد اختلف الناس في معنى ذلك، فقال بعضهم إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فلا يكون في وقت منهيا عن الصلاة فيه، ده خلاف الظاهر. لماذا؟ لأنه استيقظ بحر الشمس، والشمس لا تكون ذات حر عند أول طلوعها، حتى إذا ضربتهم الشمس. قالوا وذلك، قالوا الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها، على مذهب أصحاب الرأي. قال مالك والشافعي والأوزعي وأحمد وإسحاق تقضى الفوائت في كل وقت نهي عن الصلاة فيه أو لم ينهى عنه، إذا كان لها سبب، وذلك إنما نهى عن الصلاة في تلك الأوقات، نهي عن الصلاة في تلك الأوقات إذا كان تطوعا وابتداء من قبل الاختيار دون الواجبات، من قبل الاختيار والاستحباب دون الواجبات. ف
فأما الفوائد فإنها تقضى فيها إذا ذكرت في أي وقت كان بدليل الخبر. وروي معنى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنه، وهو قول النخعي والشعبي وحماد، تأولوا أو من تأول منهم القصة في قود الرواحل وتأخير الصلاة عن المكان الذي كانوا فيه، على أنه أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابته الغفلة فيه والنسيان. كما تأتي في الرواية الآتية، قال: فإن قيل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنام عيني ولا ينام قلبي، فكيف ذهب عن الوقت ولم يشعر به؟ قلنا: قد تأوله بعض أهل العلم على أنه خاض في أمر الحدث، وذلك أن النائم قد يكون منه الحدث ولا يشعر، وليس كذلك رسول الله، أن هذا خاص في أمر الحدث، تنام عين ولا ينام قلبه في أمر الحدث. أصلا في الحقيقة طلوع الشمس وذهاب الليل وتحرك الظل، كل الحاجات دي كلها من شأن اللي هي العين، أما خروج الحدث فهو من شأن النفس. يعني أنا اللي بحس، لكن النوم أنا لو بغمض عيني ما أعرفش الشمس طلعت وما طلعتش، غربت وما غربتش. وقد قيل إن ذلك من أجل أنه يوحى إليه في منامه، فلا ينبغي لقلبه أن ينام. فأما معرفة الوقت وإثبات طلوع الشمس فإن ذلك يكون بنظر العين دون القلب، ليس هناك مخالفة. عن أبي هريرة في هذا الخبر إسناد الآخر، يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال أبو داود: رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق الزابل وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. يقول: هذه ليست في رواية يونس التي تقدمت، يقول: قد روي هذا الحديث، روى هذا الحديث هشام عن الحسن عن عمران ابن الحسين وذكر فيه الأذان، ورواه أبو قتادة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الأذان والإقامة، والزيادات إذا صحت مقبولة والعمل بها واجب. وقد اختلف أهل العلم في الفوائد هل يؤذن لها أم لا. قال أحمد: يؤذن للفوائد ويقام لها، وإليه ذهب أصحاب الرأي، واختلف قول الشافعي في ذلك، فأظهر أقواله أنه يقام للفوائد ولا يؤذن لها. الصحيح أنه يؤذن لها ويقام. عن عبد الله بن رواح الأنصاري قال: حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وملت معه، فقال: انظر. فقلت: هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة. يعني هو الجيش ماشي بقى متفرق، فالرسول أراد أن ينزل فانتظر حتى اجتمع سبعة حوله معه، فقال: احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر. فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنية، ثم نزلوا فتوضأوا، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر وركبوا. فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت. يعني ما يكررش الكلام ده في اليوم التالي، وإنما يصليها في وقتها. ضرب على أذنهم، قال الخطوي: كلمة فصيحة من كلام العرب، معناها أنه حجب الصوت والحس عن أن يلج أذنهم فينتبهوا. في قوله: فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر، فيه قضاء السنة الراتبة. قال: ليست لا تفريط في النوم، أي لا تقصير فيه، أي ليس في حال النوم تقصير بسبب ينسب إلى النائم في تأخيره الصلاة. ما الحديث الذي يعني يضرب رأسه بالصخر في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ومنامه في قصة البرزخ، يفعل به إلى يوم القيامة؟ قال: هذا الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. هذا في من يتعمد النوم. يعني يتعمد النوم يعني ينام وينوي أنه يصحى بعد الصلاة ما الشمس تطلع، بعد ما وقت الصلاة بينتهي يرجع تعبان من الشغل نبطشية مثلا، يرجع قبل الظهر يقولهم صحوني بعد العصر، يرجع الظهر الساعة 2 وكان سهران يقوم صحوني بعد المغرب. الفجر طبعا دي اكتر حاجة بقى، يصحى على ميعاد الشغل. هذا الذي يضرب رأسه بالحجارة. في رواية الدارقطني عن الحسن عن عمران بن حسين: ثم أمر فأقام فصلى الغداء، فقلنا: يا نبي الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؟ يعني عشان القضاء يبقى الضعف مرة دلوقتي ومرة بكرة كما يفعل كثير من الناس. فليس معناها من الغد للوقت أن يصليها مرتين، بل يصلي الصلاة صلاة الغد في وقتها المعتاد، وليس أنه يقضي الفائتة مرتين. عن أبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة. قال: فلم توقظنا إلا الشمس طالعة، فقمنا وهيلين لصلاتنا، مذهولين فزعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدا رويدا، حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما. فقام من كان يركعهما، ومن لم يكن يركعهما فركعهما. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. فلما انصرف قال: ألا إنا نحمد الله أننا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا. يعني كانوا في الجهاد. ولكن أرواحنا كانت بيد الله فأرسلها أن شاء. فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. رواية ضعيفة طبعا. الرواية دي ضعيفة طبعا. يقول: روى الأسود ابن شيبان عن خالد، قال البيهقي في معرفة السنن: روى الأسود عن ابن شيبان عن خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في قصة نومهم
عن الصلاة وقضائهم لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركته هذه الصلاة من غد صالحا فليحصل معها مثلها. لم يتابعه على هذه الزيادة ثقة، وإنما الحديث عند سليمان بن المغير عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: ليس في النوم تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى جاء وقت الأخرى، فإذا كان ذلك فليصليها حين يستيقظ، فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها. لو رواه مسلم في الصحيح. إذن الرواية دي رواية شاذة، هو رواها بالمعنى فأخطأ. بيقول خالد بن سمير وهم في هذا الحديث في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في قول جيش الأمراء، إن جيش الأمراء ده مؤتة، والرسول لم يخرج في إيه؟ في مؤتة. والثاني في قول من كان منكم يركع ركعتي الفجر، فإن هذا ليس واردا في أحاديث صحيحة. يقول علم من هذه الرواية أن الصحابة كلهم لم يكونوا يصلون ركعتي الفجر في الحضر، وبه فسر الحديث شيخ مشايخنا العلامة المتقن النحرير محمد بن إسماعيل الدهلوي. وعندي هذا تقصير من بعض الرواة، هو خالد بن سمير في أداء العبارة، فالأشبه عندي في معناه أي من كان منكم يريد في هذا الوقت أن يركع ركعتي الفجر فليركعهما. الثالث في قولي فليقضي معها مثلها. يبقى الرواية دي فيها ضعف، شذوذ مخالف للرواية الصحيحة. من فاتته سنة الصبح قام فصلى سنة الصبح ثم أقام فصلى الصلاة، يؤذن ثم يصلي سنة الصبح ثم يقيم فيصلي الصبح. سنة الفجر هي سنة الصبح. وبرضو في الرواية هنا فيها حصل خلل لما ذكرها البيهقي، هو ذكر هنا عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى أدخل وقت وقت أخرى. حديث عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. معناه لا يجزيه إلا الصلاة مثلها، لا يلزمه مع ذلك شيء آخر. استدل بالحصر على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها في اليوم الثاني. قال ابن حجر في رواية فليقضي معها مثلها: قال ابن حجر: لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك، بل عدوا الحديث غلط من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري، وذكر حديث أنهاكم الله عن الربا وأخذه منكم. اللفظ في سنن أبي داود ليس عن عمران بن حسين كما ذكره ابن حجر، من رواية أبي داود عن من حديث عمران بن حسين، بل هي من رواية أبي قتادة. لأن رواية عمران بن حسين اللي هي جاية دي
عن الحسن عن عمران ابن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. الرواية دي قال المنذري ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما أن الحسن لم يسمع من عمران بن حسين، فذلك خطأ أن يقال هذا. المحقق هنا بيقول رواه البخاري ومسلم، ليست هذه الرواية، البخاري ومسلم رواه من رواية أبي رجاء العطاردي عن عمران، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة، لكن هي ثبتة في الصحيح. الصحيح في سنة في ذكر سنة الفجر، أقول قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.